أكد رئيس البرلمان العربي عادل العصومي استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات وفي كافة المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية. وخلال لقاء مع مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك لبحث بحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أشار العصومي إلى مواصلة تحركات البرلمان العربي مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن.